السلام عليكم. هنكمل كلامنا على موضوع الممبرينز. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت او كام مره اللي فاتوا على الممبرين وازاي بنحسب او بن بن بنفهم الترانسبورت، سواء هو كان بورس ولا دنس ممبرينز، وشفنا المودلز اللي موجوده عشان توصفهم. بس كان المودلز اللي احنا كنا اتكلمنا عليها دي كانت بتفترض ان الريزيستنس الماس ترانسفير جايه بس من الممبرين نفسه، ما كناش بنتكلم ان في ريزيستنس من ناحيه الفيد او ريزيستنس من ناحيه البيرميت، وبالتالي فكده الموضوع مش مظبوط قوي. فاللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنتكلم على حاجه زياده هنتكلم عليها علشان تغطي النقص اللي احنا ما غطيناهوش المره اللي فاتت، اللي هو الاكسترنال ماس ترانسفير. بس عشان يعني الاكسترنال ماس ترانسفير قبل ما نتكلم عليه هنتكلم عن نقطة قبلها اللي هي الكونسنتريشن بولاريزيشن والفاولين، كنا اتكلمنا عليه قبل كده. بس محتاجين نفهم حكاية الكونسنتريشن بولاريزيشن الأول، لأنها من الحاجات يمكن هتخلينا نفهم شوية الريزيستنس دي بتبقى جاية منين. فخلينا الأول قبل ما نتكلم على الكونسنتريشن بولاريزيشن، اللي بيحصل عندنا هو ماس ترانسفير زي أي ماس ترانسفير بيحصل في الدنيا. عندي ممبرين بيفصل ما بين اتنين ريجنز، كل واحد ليه كونسنتريشن مختلف، ولازم علشان يحصل الماس ترانسفير يبقى عندي كونسنتريشن جريدينت، وبالتالي انا عارف ان في كونسنتريشن في البالك هنا بيختلف عن الكونسنتريشن على السيرفس هنا، وبيختلف عن الكونسنتريشن الناحيه الثانيه. وطبعا اللي احنا عارفينه ان انا لازم يبقى عندي الكونسنتريشن بيروح من الحته الاعلى للالف، انا لازم الكونسنتريشن هنا يبقى اعلى من الكونسنتريشن هنا كبالك، يعني اللي هو كالاوفرول درايفنج فورس اللي موجوده عندي في السيستم كله. وطبيعي ان بما ان بيحصل عندي ماس ترانسفير ان مهما كنت انا بعمل لو انا اقدر يعني في السيستم بتاعي اقدر اعمل توربولنس كويس، اقدر اقلب كويس السيستم بحيث ان انا اخلي الكونسنتريشن يونيفورم في الفيد او الكونسنتريشن يونيفورم في البرميت، طبعا ده هيبقى احسن شويه. بس في الحقيقه دي مش دايما بتبقى موجوده، وبيحصل عندنا الحاجه اللي احنا عارفينها من زمان قوي في الماس ترانسفير وكنا اتكلمنا عليها برضو في الهيت ترانسفير قبل كده وعارفينها من الفلويد ميكانكس، اللي بيبقى عندي فيه الباوندري لاير او للاسف الباوندري لاير اللي هو الحته الصغيره قوي، ودي بقى الثيكنس بتاعها بيختلف على حسب التوربلنس وعلى حسب حاجات كتير في السيستم. بس يعني هو بيبقى عندي فيه حته هنا موجوده جنب السيرفس بتاع الممبرين سواء من ناحيه الفيد او من ناحيه البرميت، بيبقى فيها الكونسنتريشن جريدينت ده موجود، بيبقى فيه الكونسنتريشن بيبان عندي بقى ان هو في فرق في الكونسنتريشن، وده اللي بيبقى بيجيب شويه ريزيستنس للماس ترانسفير فيه. فدي غصب عني سواء بقى من غير ما نتكلم على الكونسنتريشن بولاريزيشن، دي حاجه لازم هتبقى موجوده ان انا هيبقى عندي فيه باوندري لاير ده وفيه كونسنتريشن جريدينت. هلاقي بقى ان انا في عندي هنا مش يعني مش مشكله، يعني في نتيجه لطبيعه السيستم بتاعي ده كان هو ممبرين وان هو بيعمل سيبريشن بالطريقه دي، ان انا هيحصل عندي بقى الظاهره اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي الكونسنتريشن بولاريزيشن. عشان برضو نفهمك اسم ده جه منين، البولاريزيشن دوت هو اساسا حاجه معروفه في الالكتروكيمستري، ان انا لو عندي اتنين اسمه ايه دوت اتنين الكترودز انود وكاثود، فممكن في بعض العمليات اللي بيبقى فيها الكتروكيميكال رياكشنز بتحصل ان انا يحصل اكيميوليشن مثلا لهيدروجين على الكترود واكسجين على الكترود تاني، عمليه معروفه جدا ومشهوره جدا بيسموها بولاريزيشن. بس ده بولاريزيشن للكومبوننت، ان الكومبوننت ده بيروح هنا والكومبوننت ده بيروح هنا. احنا عندنا هنا بقى البولاريزيشن ده بيبقى للكونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا عندي ميه وملح، خلاص عمليه زي الديسالينيشن، فالميه والملح الاثنين موجودين هنا والملح ليه كونسنتريشن معروف، وحاجي الاقي ان لما الاثنين بيجوا يعدوا من الممبرين الميه بتعدي والملح ما بيعديش، فبالتالي هلاقي ان عند السيرفس بتاع الممبرين هنا التركيز بتاع الكومبوننت اللي مش بيعدي من الممبرين بيعلى جدا جدا، وهو ده اللي بيحصل في اي عمليه زي الفلتريشن. يعني عشان بس نتخيل، افرض انت عندك ميه ورمله وحطيتها في اسمه ايه دوت في منخل، هتلاقي ان الرمله اتكومت على السطح، حصل تركيز عالي قوي قوي من الملح على السيرفس والميه بتعدي، ولو زودت الرمله اكتر والميه هتلاقي ان الميه بتعدي بصعوبه. ليه؟ لان بقى في شويه ريزيستنس كمان حاصلين نتيجه لوجود الرمل الكتير ده. فهو نفس الحكايه بتحصل هنا، ان انا عندي اتنين كومبوننتس
سوليوت وكومبوننت تاني، والسوليوت ده بيعدي وكومبوننت التاني ده مش بيعدي، فالاقي ان الكونسنتريشن يعني اللي احنا شايفينه ده هيبقى الكونسنتريشن مش بتاع البرميد ده بتاع السوليوت اللي هو الكونسنتريشن بتاعه بيعلى قوي خلاص، وهلاقي ان هو هنا ما بيعديش فبيقع فجأة كده، الكونسنتريشن بتاعه بيقل جدا جدا خلاص. فدي اول حاجة ان انا بيحصل اكيميليشن للحاجة دي كتير جدا جدا، ولدرجة ان تركيزها عند السيرفس بتاع الممبرين عند البرميت ناحية الفيد اسف بيبقى كبير جدا جدا جدا. فدي اول حاجة. الموضوع ده ممكن ينتج عنه بقى باك ديفيوجن، اللي هو الموضوع ده يعني ايه باك ديفيوجن؟ ان هو الكونسنتريشن هنا عالي جدا 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 بقى اكتر من الموجود في البلك، وبالتالي بقى الدرايفنج فورس عندي في الناحيه التانية، فالفلو بقى بيمشي في اتجاه المعاكس، يعني بقت الكومبوننت ده بيديفيوز الناحيه التانية لان هو ده الدرايفنج فورس بتاعته في الناحيه دي، وبالتالي ممكن ياخد معاه شويه من الـ من البرميت اللي انا عايز اخده، اللي هو اسف السوليوت اللي انا عايز اخده خلاص. فبيبقى بيلخبط لي شويه في الدايركشن فلو اللي انا عايزه يبقى موجود جوه الممبرين بتاعي. فدي اول حاجه. تاني حاجه بقى ان هو ممكن نتيجه لتركيزه العالي قوي قوي هنا ان الكونسنتريشن بتاع السوليوت اللي انا عايزه يعدي هيقل، يعني هو الاثنين ليهم كونسنتريشن هنا، فلنقل مثلا ان هو 50% و50%، الكونسنتريشن هنا ما بقاش 50% و50%، ده بقى هنا مثلا 90% من الكومبوننت اللي انا مش عايزه يعدي، واللي انا عايزه يعدي 10% بس، وبالتالي ده هيقلل جدا 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 في الفلكس اللي موجود، لان الدرايفنج فورس بتاعتي وقعت جدا بقت قليله جدا 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 خلاص. الكومبوننت اللي ما بيعديش ده مش دايما بيبقى كومبوننت جاز اور ليكويد، ممكن يبقى زي ما قلنا كده حاجه ممكن تكريستالايز او تفورم سوليد على السيرفس، وبالتالي بيحصل عندي حاجه كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي اسمها الكيكنج. كيكنج يعني يبقى في عندي زي الفلتر كيك كده، الحاجه دي لاير سوليد لاير بتقف على يعني بتلزق في السيرفس وبتمنع بالديفيوجن بتاع يعني كانها يعني نوع جديد من او طبق تانية بتعمل ريزيستنس للماس ترانسفير خلاص. واتكلمنا على الباك فلو بتاع الكومبوننت اللي مش هيعدي من الممبرين. فالموضوع ده بيبقى يعني بالاضافه لان انا هيبقى عندي باوندري لاير، والباوندري لاير دي هيبقى فيها ماس او كونسنتريشن جريدينت، فانا كمان بقى عندي ريزيستنس نتيجه للكونسنتريشن بولاريزيشن، وبالتالي فانا لازم لما ابتدي اعمل موديلنج للسيستم بتاعي انا دلوقتي مش هينفع ان انا اعمل الموديل على اساس ان الدرايفنج فورس هي الكونسنتريشن اللي في البلك هنا والكونسنتريشن في البلك في سواء بقى في البرميت وفي الفيد، وان انا عندي بس الريزيستنس بتاعه الممبرين وخلاص، لا ده انا كمان لازم ازود عندي الكونسنتريشن بتاع او الريزيستنس بتاعه الماس ترانسفير نتيجه لوجود الماس ترانسفير في الباوندري لير هنا والباوندري لير هنا. في العادي بما ان انا يعني الجزء بتاع البرميت ده بيبقى عليه يعني ليه عنده شويه يعني كنترول اكتر، اقدر اعمل له سكشن بسرعه ممكن اتصرف فيه، فانا الى حد ما في الحاله بتاعه الريزيستنس بتاعه البرميت بتبقى يا اما قليله قوي يا اما ممكن اهملها خالص، يعني الشكل ده مش يعني ان انا يبقى عندي الكونسنتريشن بروفايل كده اسمه ايه دوت فلات كده، دي مش مشكله. فخلينا فده اللي انا بقوله هنا ان انا بيبقى عندي الاكسترنال ريزيستنس تو ماس ترانسفير، وان بيبقى عندي في الباوندري لاير، وده اللي بيحصل عليها يعني الكلام ده هو نفسه بتاع الماس ترانسفير اللي خدناه في الديفيوجن في الماس ترانسفير لما كنا بنتكلم على الفيكس لو وعلى الفيكيان كونفرج اسمه ايه دوت ماس ترانسفير والكلام ده كله. فاللي احنا عايز اطلع بيه بس من الجزء ده ان انا عندي اكسترنال ماس ترانسفير وفي الماس ترانسفير جوه الممبرين والاكسترنال ماس ترانسفير في ناحيه بتاعه البرميت، فانا عندي ثلاثه يعني سورسز من ريزيستنس للماس ترانسفير موجوده. فاللي انا عايز اشوفه دلوقتي انا اسف المره اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا على الريزيستنس بتاع بتاعه الممبرين وزودنا فيها الكلام شويه، فاللي هنتكلم عليه دلوقتي هو ريزيستنس بتاع الماس ترانسفير نتيجه الاكسترنال ريزيستنس في ناحيه البرميت وناحيه بتاعت الفيد. فده اللي هنشوفه دلوقتي. الموضوع يعني ما يلخبطش، هو نفس الكلام اللي قلناه 7000 مرة قبل كده. انا دلوقتي لما يبقى عندي
كونسنتريشن بروفايل زي كده. فلنقل مثلا ان هو في ناحيه الجاز او في الجاز فيز, اسف في ليكويد فيز, فانا عندي هنا كونسنتريشن وده كونسنتريشن وده كونسنتريشن وكونسنتريشن, فانا ما عنديش الحته اللي موجوده هنا دي لما يبقى عندي دنس ممبرين. انا بتكلم هنا على بورس ممبرين, فالكونسنتريشن هيبقى ما عنديش اكوليبريم على السيرفس. هنا كان عندي اكوليبريم لان انا في الدنس ممبرين كان عندي كونسنتريشنز هنا غير الكونسنتريشن على السيرفس, وكونسنتريشن على السيرفس غير الكونسنتريشن في الليكويد الادجيسنتلي. ففي الحاله دي بيبقى الموضوع اسهل شويه, ان انا كل اللي انا بعمله ان انا بقول ان الان هيساوي كي في سي ماينس سي. خلاص انا بتكلم بقى هعمل الماس ترانسفر هقيسه مره هنا او هحط الفلكس بالدرايفنج فورس دي, ومره الفلكس بالدرايفنج فورس دي, ومره الفلكس بالدرايفنج فورس دي, فهتبقى الكي اي اف اللي هو الماس ترانسفر كوفيشنت عند الكومبوننت اي في الفيد في السي اي اف اللي هو البلك بتاع الفيد, وهنا السي اي او اللي هو السيرفس بتاع الممبرين عند الفيد, وهنا هيبقى الدي اي على ال هو الديفيزيفيتي على ال لان احنا قلنا ده بورس, فهيبقى ساعتها ده الايكويشن بتاعتها كانت عامله كده في سي اي او ماينس سي اي ال اللي هو كونسنتريشن على السيرفس ماينس كونسنتريشن على السيرفس تاني عند البرميت, وهيساوي برده كي في السي. طبعا ده بفرض ان هو ستيدي ستيت, ودي الحل اللي احنا دايما بنشتغل بيه. وبالتالي هيبقى الايكويشن في الاخر ممكن نحطها في شكل اللي احنا عارفينه من 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 كذا حاجه خدناه برده في ليت ترانسفير, ان انا كنت بعمل بعمله على درايفنج فورس على ريزيستنس, فانا هحطه هنا درايفنج فورس على ريزيستنس ايكوال درايفنج فورس على ريزيستنس ايكوال درايفنج فورس على ريزيستنس, وهقول بقى ان التوتال درايفنج فورس على التوتال ريزيستنس هيساوي نفس الكلام, فهعمل اديشن للدينومينيتور والنيميريتورز, فهيطلع لي الشكل ده. وهو ده اللي انا متوقعه, ان انا هيبقى عندي درايفنج فورس وعندي ريزيستنسز على التوتال ريزيستنس, يعني الريزيستنس نتيجه لل اكسترنال ماس ترانسفير عند الفيد, الريزيستنس بتاعه الممبرين الاكسترنال ماس ترانسفير عند الريزيستنس عند الممبرين. نفس الكلام هنا هيبقى نفس الموضوع لو انا بتكلم على ال اسمه ايه دوت الدنس ممبرين. هو هنا في حاجه غلط, بس انا تقريبا عملتها, المفروض دي ودي يبقوا من غير داش, انا اسف يعني دي حاجه انا حب يعني هي مش هتفرق في حاجه قوي في الشكل الاخراني, بس هي دي المفروض تبقى من غير داش. فهيبقى نفس الكلام, الكي في الكونسنتريشن جريدينت او في الدرايفنج فورس, ودي الكي في الدي على الام, ده اللي بستخدمه في حاله الدنس ممبرين في السي ماينس سي, ونفس الكلام في حاله الاكسترنال. ولو عملت هيبقى نفس الكلام في الاخر, هو نفس شكل الايكويشن. الفرق بين الايكويشن دي والايكويشن دي هو بس الديفيوجن بتاع او اسف ريزيستنس بتاعه الممبرين, هنا الام على الدي, هنا الام على الكي ال على الكي في الدي بس. ودي كنا اتكلمنا عليها وفهمناها يعني ليه المره اللي فاتت عملنا كده. فده شكل الايكويشن بتاعه الفلكس في الحالتين. طيب انا دلوقتي لو عايز اجيب الكيهات دي, يعني انا المفروض الحته دي احنا عرفناها المره اللي فاتت خلاص, يعني دي ما فيهاش مشكله قوي. انا محتاج بقى اعرف الكي دي واعرف الكي دي اجيبهم ازاي. فلو تفتكروا برضو دي حاجه كانت في الماس ترانسفير زمان لما كنا ابتدينا نتكلم على الديفيوجن وازاي بنجيب ديفيوجن كوفيشنت, زي بالظبط في الهيت ترانسفير لما كنا بنجيب الهيت ترانسفير كوفيشنت من برندل نمبر ورينولدز نمبر, وكنا بنجيب نوسلت نمبر, ومن نوسلت نمبر نجيب الاتش ال على الكي, وكنا بنجيب منها الاتش لو حد فاكر. يعني نفس الحكايه, كان في الماس ترانسفير حاجه اسمها الشيرود نمبر, والشيرود نمبر دي بقى كان عملنا دايمنشنلس اناليسز ومش عارف, وعملنا فاكتورز, خدنا الحاجات الدايمنشنلس بارامترز مع بعض, فطلع في الاخر في حاجه اسمها الشيرود نمبر اللي هو الكي في الدي على الدي, اللي هي بالظبط زي الاتش ال على الكي في حاله الماس ترانسفير. دي الاتش بتاعه الكونفكشن, والدي اللي هي بتاعه الكي بقى اللي هي ساعتها كان كي اللي هي بتاعه الكوندكشن. هنا برضو دي بتاعه الكونفكشن ودي بتاعه الديفيوجن العادي, والدي اتش دي احنا بنسميه بس دي اتش علشان ما تتلخبطش مع الديفيوزيفيتي, المفروض هي تبقى الكاركترستيك لينث يعني. فالكاركترستيك لينث دي هي اللي بسميها دي اتش هنا. فهو كان الايكويشن بتبقى الاي في رينولدز نمبر باور بي في شميت نمبر باور 0.33 في دي اتش على ال باور دي. دي الامبيريكال كورليشن بتاعه الماس ترانسفير كوفيشنت اللي بنجيب منها الماس ترانسفير كوفيشنت خلاص. والال ده هو اللينث بتاع الشانل, والدي اتش دي الهيدروليك دايمتر اللي هو الاربعه في الكروس سكشن اريا على الويتد بارامتر, والار رينولدز نمبر دي معروفه من مليون سنه يعني,
مفيهاش مشكلة. طب الاي والبي والسي دول اجيبهم منين؟ اجيبهم بيزد على الفلور جيم اللي انا شغال بيه وعلى شكل الجيومتري بتاعتي. فمثلا انا عندي حالتين هنا، مثلا تربلنت ولامينر 2100، اقل من 2100، وهنا اكتر من 10000. وهنا عندي حالة بتاعت سيركلر تيوب، فالدي اتش هي الدي، والاي والبي والدي بالقيم دي. الريكتانجلر هيبقى الكروس سكشن اريا على لوتد بارامتر اللي هتلاقيها يعني شكلها بالمنظر ده، لو جيتوا عملتوها هتلاقوها كده يعني خلاص. فده ال اسمه ايه دوت، هي 4 في كروس سكشن اريا على لوتد بارامتر، يعني دي هتبقى 4 وتحت 2، فالاربعه والاثنين هيبقى 4 ويفضل 2 فوق. والاي والبي والدي هيبقى بالمنظر ده. هتلاقي عندي هنا يمكن هنا الاختلاف شويه، يعني هنا في الحالتين دول مش فارقين قوي، هلاقي ان هو الاي والبي والدي برضو من الكلام ده. فانا بس يعني اللي انا محتاجه ان انا يعني اجيب الترم ده اللي هو الشيرود نمبر بعد ما احسب رينولدز وشميت وكلام. طبعا شميت نمبر لو حد فاكر برضو دي كانت فانكشن في اللي هي زي برندل نمبر بالظبط، هي فانكشن في الفيزيكال بروبرتيز بتاعت السيستم. فدي بتعتمد على الفلويد، مش هتلاقيها بتعتمد على الدايمنشنز مثلا ولا على الفيلوسيتي ولا حاجه، دي فيزيكال بروبرتيز يعني خلاص. فالمهم يعني ايه، لو عرفنا نجيب الكي وانا عندي بقيه الفاليوز اللي موجوده، يعني عندي رينولدز وشميت اسف، واعرف اجيب الاي والبي والدي، هعرف اجيب الكي بسهوله يعني، فدي مش حاجه صعبه. فخلينا ناخد اكزامبل كده على الموضوع ده. لو انا عندي مثلا بيقول لي هنا دايلوت سوليوشن في سوليوت اي جوه سولفنت بي، وان بيعدوا في تيوبولار ممبرين سيبريتور، والفيد بيعدي جوه تيوبز، يعني الفيد بتاعي بيعدي جوه تيوبز، وان انا عندي لوكيشن في حته من الممبرين كان السوليوت كونسنتريشن عند الفيد والبرميت كان 5 في 10 باور ماينس 2 كيلو مول بير متر كيوب، والناحيه الثانيه كان 1.5 في 10 باور ماينس 2 كيلو مول بير متر كيوب. هو بيقول لي بقى ان عارف البيرميانس بتاعت الممبرين بالنسبه لايه بالرقم ده خلاص بالمتر بير سكند، وعارف الرينولدز نمبر بكذا، وعارف شميت نمبر بكذا ب 500، والديفيوزيفيتي عارفها ان هي في الفيد سايد هتبقى بالشكل ده خلاص، وعارف ان الانسايد ديامتر بتاع التيوب بنص، وبيقول لي عايز اعرف الفلكس خلاص. فالموضوع بسيط يعني، الجيفنز اللي عندي كده انا عارف الكونسنتريشن في الفيد وكونسنتريشن في البيرميت، وعارف الرينولدز نمبر وشميت نمبر، طبعا دول دايمنشن لسه انا مش محتاج احط لهم يعني، ما ينفعش حتى مش محتاج ولا حاجه. وعارف البي اللي هو الكيف دي على اللي هي دي اللي بتعب يعني، لو تفتكروا احنا كنا قلنا الاول البيرميانس والبيرميابيليتي وبتاع، فهو البيرميانس ده هو اللي بعبر بيه عن الريزيستنس للماس ترانسفير. بعد كده قايل لي الديفيوزيفيتي وعارف الدي اتش، وقايل لي ان الماس ترانسفير ريزيستنس اون بيرميت سايد از نيجليجيبل، اهو اخر حاجه خالص، اف ذا ماس ترانسفير ريزيستنس اوف بيرميت سايد اوف ذا ميمبرين از نيجليجيبل، ده اللي احنا قلناه من شويه. فلو هو نيجليجيبل يبقى الكي بتاعته كبيره قوي، اول واحد على الكي اللي هي الريزيستنس بتاعته تقريبا ممكن اعتبر انها بصفر. فالموضوع بسيط، انا عايز ايه، انا عايز اجيب الفلكس. فانا عشان اجيب الفلكس، الفلكس هيساوي الايكويشن اللي احنا عارفينها، هيبقى سي ماينس سي اللي هو الكونسنتريشن في البالك ماينس الكونسنتريشن في البالك على الريزيستنس بتاعه الماس ترانسفير الاكسترنال ماس ترانسفير ريزيستنس في عند الفيد، وده الريزيستنس بتاعه الممبرين خلاص، اللي هي ممكن اعوض عنها كده، ادي البي ام اي اللي هي كي دي على ال، اللي هي كي دي اللي هي 1 على دي يعني، فبقى 1 على ده انا عارفه، واحد على ده انا معرفوش. فانا عارف الترمات دي كلها، ناقص لي بس الكي اي اف ده اللي انا مش عارف. فانا عايز اجيبه هعمل ايه، هعمل اللي انا قلت عليه من شويه، هشوف شميت نمبر هجيبه واشوفه بكام. فده شكل الايكويشن بتاعتي. انا عايز ارجع تاني للتيبل وابص عليه واشوف هو قايل لي ايه اسمه ايه دوت، انا رحت فين، الفاليو بتاعت الاي والبي والدي هيبقوا بكام. انا عندي الرينولدز نمبر كان 15000، اسف معلش، الرينولدز نمبر كانت 15000، فبالتالي انا شغال في التوربلنت ريجون، وانا عندي سيركلر تيوب، فالدي اتش هي الدايمتر اللي هي كانت نص سنتي، والاي والبي والدي اهم 0.023 و0.820 خلاص. فانا كل اللي هعمله ان انا هعوض بالقيم دي بالاي والبي والدي. فلو جيت اعوض فيها هلاقي ان ده شكل ده اللي انا جبته من التيبل، وهلاقي ان الايكويشن شكلها عامل كده. انا الرينولدز نمبر عندي جاهزه، والشميت نمبر موجوده عندي جاهزه خلاص. فهلاقي ان انا لو عوضت تعويض مباشر جدا في القانون هيبقى الشميت نمبر للاسف الشرود نمبر هيبقى ب 391 وشويه.
وانا عارف ان الشير وود نمبر ده بيساوي الكي في الدي على الدي، خلاص. فالكي في الدي على الدي دي انا عارف منهم، انا عارف الهيدروليك دايمتر وعارف الديفيزيفيتي، هو قايلها لي هنا الديفيزيفيتي اهي، وعارف الهيدروليك دايمتر اهو، خلاص. فهعوض فيها، هقدر اجيب الكي هتطلع ب 0.051 سنتيمتر بير سكند. فموضوع بسيط. خلي بالك بقى ان احنا لما هنيجي نعوض، انا مش عايز يعني انا هستخدم دي الكي دي ان انا هعوض بيها هنا، فانا لازم اتاكد ان اليونتس هتبقى هوموجينيس. هلاقي ان انا عندي الكونسنتريشنز دي بير متر كيوب، وهلاقي ان البيرميانس دي متر بير سكند، فدي ما ينفعش اسيبها سنتيمتر بير سكند. هو الاول طبعا لازم اتاكد، يعني لو عايز حتى اتاكد من اليونتس، ان الكي دي لازم هتبقى سنتيمتر بير سكند او ديستانس على تايم يعني، خلاص. ما ينفعش تبقى يونتس تانية، لان لازم تبقى نفس اليونتس بتاعه البي. فهلاقي ان هي دي بمتر بير سكند، فلازم استخدم اليونتس بتاعه المتر بير سكند. فلو جيت اعوض هلاقي ان هي في الاخر بالتعويض في الايكويشن هتعوض بالتو فاليوز دول، يطلع لك الفلكس بالمنتر ده، خلاص. فالموضوع سهل. هتلاقي ان هو يعني هو في الكتاب لما جه حل المساله دي يعني قال لك ايه، انا عايز اشوف الريزيستنس اللي عندي كام في الميه منها هنا وكام في الميه منها هنا. فموضوع يعني سهل، انك هتقول ان دي التوتال ريزيستنس اللي هي 1.57 في 10 باور 4، دي هي التوتال ريزيستنس، فهقسم دي على التوتال ريزيستنس واشوف هتبقى بكام، واقسم دي على التوتال ريزيستنس واشوف هتبقى بكام. باين طبعا من الاثنين دول ان الرقم ده هيبقى اكتر، خلاص. يعني الريزيستنس نتيجة للمبرين حاجة في 10 باور ماينس 5، يعني هي في 10 باور 5 ودي في 10 باور 4، فدي يمكن 10 اضعاف دي. فتلاقي ان هي كانت حاجة 83% ولا 84% جاية بس من الممبرين، خلاص. وده علشان ودي برضو حاجة نفكر فيها، يعني ليه يبقى عندك كده. خلي بالك ان انا شغال بريونس نمبر عالي جدا يعني فيري توربلنت فلو، وبالتالي الريزيستنس الماس ترانسفير هنا المفروض تبقى قليلة شوية، خلاص. فعشان كده الكي بتاعته كبيره مقارنه طبعا بالبيرمينس، يعني لو قارنت الرقم ده برقم ده هتلاقي ان الكي اكبر كتير، فبالتالي الريزيستنس بتاعته هتبقى كتير. فده بالنسبه للماس ترانسفير ريزيستنس الاكسترنال. فكده بالنسبه يعني يمكن دي اخر حاجه هنتكلم عليها بالنسبه للموديلنج بتاع الممبرينز، وهنبتدي نتكلم بقى على ابلكيشنز بتاعه الممبرينز شويه في المرات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم.